بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي التلاميذ، نواصل دروسنا في المقطع الأول وهذه الحصة مع الإنتاج الكتابي. أبنائي التلاميذ، كما لا يخفى عليكم في الوضعية المشكلة الأم، ذكرنا بأن الآفات الاجتماعية قد استفحلت وانتشرت انتشاراً رهيباً في المجتمع وكثر ضحاياها، والمطلوب منك أنت هو أن يكون لك موقف إيجابي من أو تجاه هذه الظواهر الاجتماعية، وذلك من خلال قصة تكتبها حول ضحية من ضحايا الآفات الاجتماعية، تدعو وتحذر وتوجه فيها زملائك إلى الابتعاد عن هذه الآفات. فلا بأس بأن نتحدث اليوم عن القصة وخصائصها، فيكون موضوعنا أبناء التلاميذ هو خصائص القصة. قلت ما دمنا بصدد كتابة قصة، أكتب قصة حول ضحية من ضحايا الآفات الاجتماعية، وفي مقدمة الوضعية المشكلة أبناء التلاميذ أشرنا إلى أنه نفتقر إلى بعض المعلومات، وهذه المعلومات سيزودنا بها هذا المقطع. ولذلك كما رأيتم قد تعرضنا إلى ثلاث قصص. القصة الأولى هي ذكرى وندم. في هذه القصة التي بين فيها صاحبها بأن الخمر آفة من الآفات الاجتماعية ونتائجه وخيمة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، إلى القصة الثانية، قصة الاحتيال، احتيال عيسى ابن هشام على هذا السوادي، وبحيث أنه أخذ ماله بغير وجه حق، وأيضا أنه ورطه، وأيضا أنه أوقع بينه وبين الشواء الذي لكمه ولطمه وجعله يدفع ثمن الطعام. القصة الأخرى التسول، والتسول أيضا آفة غريبة عن المجتمع المسلم وغريبة عن المجتمع العربي، وأيضا خطيرة في نفس الوقت، وأيضا آفة أخرى وهي تخلي المجتمع عن دوره تجاه أفراده. إذن النصوص الثلاثة أبناء التلاميذ عبارة عن قصة. فما هي القصة؟ إن القصة أبنائي التلاميذ هي فن من الفنون النثرية. هذا الفن يروي لنا ويسرد لنا ويقدم لنا أحداثا ووقائع. هذه الأحداث وهذه الوقائع أبنائي التلاميذ كما يمكن أن تكون حقيقية يمكن أن تكون خيالية، فيمكن أن تكون واقعية فعلا شهدها الواقع وحدثت لأشخاص أو قاموا بها، وكما أيضا يمكن أن تكون من صنع الخيال، وأيضا يمكن أن يكون الأمران مجتمعين، يمكن أن تكون واقعية وأيضا بعض الأحداث الأخرى منها خيالية. فالقاص يكتب ما هو حقيقي ويمزجه بما هو خيالي. هذه القصة تنمو شيئا فشيئا وتتطور بسبب عوامل ومؤثرات، وأثناء ذلك تتصارع الأهواء وتتضارب الأحداث وتتأزم المواقف وتنتهي في النهاية إلى حل. إذن أبنائي، القصة هي فن نثري يروي لنا أحداثا ووقائع واقعية أو خيالية وقعت لأشخاص أو قاموا بها في زمن معين وفي مكان معين أو في زمن ومكان معين. القصة كما تبين من النصوص التي درسنا أو من القصص التي درسنا أبناء التلاميذ بأن النمط المهيمن والمسيطر والغالب على هذا النوع من النصوص هو النمط السردي، ويخدمه النمط الوصفي والنمط الحواري. ولذلك فالقاص يعتمد على الأنماط التالية حسب ترتيبها. أولا النمط السردي، وهو النمط السيد والنمط الغالب
والنمط المهيمن والنمط المناسب والنمط الملائم للقصة. النمط الوصفي هو نمط يساعد النمط السردي في أداء وظيفة سرد الأحداث مرتبة. الحوار أيضا يساهم في الأحداث والأقوال التي تقع بين أطرافي أو بين شخصياتي القصة بالتداول والتناوب في نظام خاص ومنظم. أيضا تعريف ثاني، هذا التعريف الأول، تعريف موسع، تعريف ثاني مختصر ومبسط وموجز وبليغ، هو إن القصة هي سرد أخبار ووقائع بطريقة شيقة. فالقصة تختلف عن الأنواع الأخرى من النصوص بكونها شيقة، تجذب القارئ وتستهويه فتجعله في رغبة وفي شوق لقراءة هذه القصة، بل لإتمامها من أجل الوصول إلى النهاية. القصة لها عناصر لابد من أن تتوفر في كتابة قصة، خاصة أنكم أنتم بصدد كتابة قصة. أكتب قصة تتحدث فيها أو تتناول هذه القصة ضحية من ضحايا الآفات الاجتماعية. بعد أن قرأ عرفت الآن ماهية القصة، فلا بأس أن تطلع على عناصرها أو على العناصر التي يجب أن تتوفر في القصة. أولاً الحدث، ونحن في الأسبوع الفارط عندما تعرضنا إلى المواضيع التي يجب أن نكتب فيها، وهي الغش والمخدرات والظلم ومجموعة هي موجودة في كتابكم، وأيضا تعرضنا إلى الأنماط التي يجب أن تختارها أنت لسرد هذه الوقائع، اليوم مع عناصر القصة ما هو العنصر الأول؟ هو الحدث. ما هو الحدث؟ لو رجعنا مثلا إلى قصة زهرة مع زوجها، ذكرى وندم، وقلنا ما الحدث في هذه القصة؟ الحدث هو طلاق إبراهيم لزهرة بسبب سكره وبسبب إدمانه على الخمر. ما الحدث الذي يعالجه نص أو قصة الضحية والمحتال؟ هو انتشار ظاهرة الاحتيال في بغداد في العصر العباسي. لو رجعنا إلى نص سائل، ما الحدث، ما الظاهرة التي يعالجها النص؟ انتشار التسول في عصر الكاتب اليمني. ولذلك فلكل قصة حدث، هذا الحدث تتولد عنه وتتفرع عنه أحداث تكون مرتبة وتكون عبارة عن أحداث يتم الربط بها والتوسع فيها للوصول إلى قصة. ثانيا، قلنا في القصة بأنها فالنثر تروي لنا أحداث يقوم به من أو يقوم بهذه الأحداث أشخاص. إذن عندنا الأشخاص، الأشخاص وهم الذين تقع لهم هذه الأحداث أو هم من يصنعون ويقومون بهذه الأحداث، ثم المكان الذي تجري فيه الأحداث، وأيضا الزمان الذي تقع فيه الأحداث. أبنائي التلاميذ، لفهم هذه العناصر أكثر، فإن الحدث نتعرف عنه أو يكشف عنه بالسؤال ماذا حدث في الكرخ، ماذا حدث في صحن البيت، ماذا حدث في سي شعبان. فإن ماذا هي التي تكشف لنا عن الحدث الذي تدور القصة حوله. الأشخاص ونتعرف عليهم بالسؤال التالي، من الضحية في المحتال والضحية، من المحتال، من المعتدي، من المعتدى عليه، من الظالم ومن المظلوم في القصص. ولذلك فنتعرف عن الأشخاص عندما نطرح السؤال من، ونتعرف عن الحدث عندما نطرح السؤال ماذا. المكان وقع، نطرح السؤال أين، أين وقعت أحداث القصة أو قصة الضحية والمحتال. فخرجت أنتهز محله حتى أحلني الكرخ. إذن في الكرخ في حي من أحياء بغداد وقعت أحداث
هذا أو هذه القصة. وفيما بعد الأحداث الأخرى وقعت أين؟ عند الشوال. وهكذا الزمان نتعرف عليه بالسؤال متى؟ متى وقعت هذه الأحداث؟ أثناء الحرب العالمية الثانية، في عند زوال هذا اليوم، أو في سنة كذا، أو في عصر كذا. فكل هذه الألفاظ تدل على الزمان. أبنائي التلاميذ، لكتابة قصة لا بد من أن تتوفر عندك هذه العناصر: الحدث، الأشخاص، المكان، الزمان. مراحل القصة يعني. لكتابة قصة لا بد من تحديد هذه المراحل. المرحلة الأولى وهي الحبكة أو المقدمة، لكن الحبكة في القصة أدل، لأن الحبكة تفيد الترتيب العام الذي يحتوي على كل ما من شأنه أن يخلق الأزمة النفسية عند البطل وعند القارئ معا. بمعنى الحبكة هي مقدمة الأحداث. عودوا معي إلى قصة الضحية والمحتال. فعندما يقول عيسى بن هشام: اشتهيت الآزاز وأنا ببغداد وليس معي عقد على نقد. تصوروا الآن إنسانا جائعا ولا يملك مالا، ما الذي سيجري؟ أنا أتصور بأنه ستقع كارثة، أنه سيقتل من أجل أن يأكل، لأنه لا يملك مالا يشتري به الطعام. تصور، نعود إلى قصة ذكر وندم. إبراهيم هذا اليوم يشرب الخمر ويبالغ في شربه، يعني يشرب أكثر مما كان يشرب في الأيام السابقة. إذا ماذا ننتظر؟ ننتظر أيضا. ولذلك فمثل هذه الأحداث هي التي تجعلك تتهيأ لأحداث لم تكن بالحسبان. الحبكة وهي الترتيب العام الذي يحتوي على كل ما من شأنه أن يصنع وأن يخلق أزمة نفسية لدى البطل ولدى القراء. العقدة، المرحلة الثانية العقدة تسمى بالعرض، وهي المواقف الحاسمة التي تتضارب فيها الأحداث، تتضارب فيها النفوس، تتصارع فيها الأهواء، ويتأزم فيها الموقف ويتورط فيها البطل. تعالوا معي إلى الضحية والمحتال، وتصوروا حالة السوادي وهو يجلس في المطعم وحده بعد أن تركه عيسى بن هشام وتوارى واختفى. بقي ربما ساعة وربما ساعتين وربما ثلاث ساعات وربما أكثر، وهو ينتظر عودة عيسى بن هشام الذي لم يعد. كيف ستكون حالته؟ فإن حالته تأزمت، وهو الآن في ورطة. وأيضا نحن القراء ننتظر ما الحل، ننتظر ماذا جرى بشغفنا وبلهفة. ولذلك فالعقدة هي الأحداث عندما تتأزم بحيث يصبح كل واحد ينتظر النهاية. ويأتي الآن المرحلة الأخيرة وهو الحل. الحل أو النهاية وهو ما تؤول إليه أحداث القصة وتبعث الارتياح في النفس. هذا الحل قد يعجبك وقد لا يرضيك. إذن عندنا القصة، لكتابة قصة، وأنتم بصدد كتابة قصة، أولا لابد من مقدمة أو حبكة تجعلون فيها تتحدثون فيها عن الجو العام وعن الأسباب التي تهيئ لما بعد. العقدة وهي المواقف المتأزمة، وتورطون البطل أو تجعلون الأهواء تتضارب وتتصارع من أجل خلق أزمة نفسية عند القارئ. الحل وهو النهاية التي تنتهي إليها القصة. التطبيق الآن أبنائي التلاميذ، اعتمادا على المعلومات التي تعرضتم لها في هذا المقطع واقتداء بالقصص التي قرأناها الآن، تشرعون فيما يلي: واحد، الشروع في حل الوضعية المشكلة الأم. الوضعية المشكلة الأم وهي عبارة عن أحداث، هذه الأحداث تقع لشخص أو يقوم بها، يعني قصة
في النهاية تخرج أنت بدرس أو بعبرة من خلاله توجه وتدعو زملائك وتنبههم بخطورة الآفات الاجتماعية. الشروع في حل الوضعية المشكلة الأم. ثانيا كتابة قصة حول ضحية من ضحايا الآفات الاجتماعية. وثالثا بيان خطورة الآفات الاجتماعية على الفرد والمجتمع. إذا كتبنا أبناء التلاميذ في الوضعية المشكلة قلنا وأنت الآن تفتقر إلى هذه المعلومات، فقد زودك المقطع الأول بالمعلومات الكافية. أولاً عرفك بالآفات الاجتماعية من خلال ذكر كم أو ذكر كم كبير من الآفات الاجتماعية. ثانياً أنه عرفك وبينك آثار الآفات الاجتماعية على الفرد والمجتمع. وثالثاً الآن بين لك كيف تكتب قصة من خلال هذه القصة تنصح وتوجه غيرك وتدعوه إلى الابتعاد عن الآفات الاجتماعية، وتختم قصتك بتوضيح أن الآفات الاجتماعية لها خطر على الفرد والمجتمع. هكذا أبنائي تعرفنا على القصة وتعرفنا على عناصر القصة وتعرفنا أيضا على مراحل القصة، ومن خلالها توصلنا إلى كيفية كتابة قصة، ومن خلالها نقوم بحل الوضعية المشكلة الأم. فالقصة هي عبارة عن فن من فنون النثر تتميز بعنصر التشويق، بمعنى تجذب القراء. كل الناس يحبون قراءة القصة، وأيضا بإمكان كل واحد أن يكتب قصة خاصة في مستواكم أنتم. وبعد هذه النماذج من القصص التي تعرضنا إليها، عند كتابة قصة لابد أن تستحضر عناصر القصة، أن تكتب قصة، أن تكتب من أجل حدث، ثم أن توظف أشخاص يقومون بهذه الأحداث، أن تتخيل وأن تتصور أيضا من حقك، ومن حقك أن تكتب ما هو واقعي، وأيضا من حقك أن تجمع بين الواقع وبين الخيال. ثم لابد من تحديد الزمان الذي وقعت فيه القصة، وأيضا تحديد المكان الذي دارت فيه أحداث القصة. إذن الزمان والمكان والأشخاص وأولها الحدث. وأنت تكتب قصة لابد أن تراعي أيضا حتى تكون قصتك مقبولة، أن تراعي هذه المراحل التي سميتموها سابقا المقدمة والعرض والخاتمة، وسميناها اليوم بالحبكة، وسميناها بالعقدة، وسميناها بالحلم. وهذه تعد خصائص للقصة. فالقصة فيها حبكة، بمعنى فيها مقدمة، المقدمة تجعلك تطرح أكثر من سؤال وتتهيأ لأحداث قد تقع بعد ذلك نتيجة هذه المقدمة. العقدة وهي أيضا يجب أن تهيئ نفسك لأحداث ستتوالى، وتكون هذه الأحداث مرتبة، قلنا تخلص في النهاية إلى تورط البطل، بحيث تجعلك تنتظر في غير روية الحل. ما هو الحل الذي ستقول إليه القصة؟ تتمنى أيضا حل قد يوافق هواك ويعجبك وتتمناه، وفي النهاية يأتي الحل. هذا الحل ليس بالضرورة قلنا أن يعجبك وأن ترتاح إليه، لكن المهم أنه حل لأحداث القصة ونهاية لهذه الأحداث، يعجبك أو لا يعجبك فهذا شيء آخر. إذن أبنائي هكذا نكون قد أنهينا درس القصة وخصائصها. أتمنى أن تكتبوا قصة بطريقة جيدة، وأن تفيدوا زملائكم بنصائحكم حول هذه الآفة التي تختارون. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.